صباح النور البنات، اخبارك محبوباتي الغاليات؟ لاباس عليكم؟ اليوم واحد الروتين زوين. انا والحولي ديالي اجي الحولي عندو بين مسكين هو الاول بقى في الحال كنت جميلة حال قال منه شوف الطاب ليا البنات اليوم جميلة حال كاع يحيى غندبحو الحولي اليوم يبغى نذبحو يلا هشام يلا خويا زيد حنا ندرقي عليهم هاد الشيء باش خليها يحيى فيني معيزة زوينة لا شوما اختي الحمق هذا ماذا ديال الميمة هادي هذه ديالي لا هذه ديال الميمة بجوجهم ديال الميمة فين هي المعزة ديال الميمة غادي تضرب حقك دابا زوينة عجبتك يحيى يحيى عجبتك لا هذه ديال من هذيك المعيزة يحيى ديال من المعيزة ماما طلعي ديال الميمة الحولي جاي الحولي جاي ديري لنا مشكلة كيدابزو كيضربوا لتحت شحال زوينين طلعتو ديالنا لا ديال جمال بسم الله الله اكبر جرى جرى علاش كيدبس كيضربوا كيدبس داروا لنا الصحة عندك ينقذوا لينا جريتي فيها هذا ديال الجهمة خويا باه مالك خفتيني دابا يقدبحني يعني قتلني خليني نمشي عندهم ويلي حبيبي انا سخيف لي دوش هادي باش البومبا باش غيديروا عندك هشام والله الا هشام يلا على بركه الله غنذبحو انا وياك اليوم يلا خويا هاك الماس ديال 1050 غزالين ثلاثة كنت خديتهم كانوا دايرين لهم 29 درهم انا ما شريتهمش هذا فقط هدايا في المسبك الله قداش هادي راه يلا خديناها زوينة مبارك مبارك راش اختي يلا على بركة الله مسكين باغي كان دورو يلا دورو القبلة صافي ولي علاش كتبكي انا تبقى في الحولي حيت تذبح صافي يمين واش تقلبك حنين انا سبا صافي راه الله سبحانه وتعالى انا صافي انا سبا الله هو اللي خلاه يتذبح الزين صافي ربيت عليه الكبده في 3 ايام صافي 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 حبيبه ولدي حنين قلبه كبير يلا صافي صافي قول الله سبحانه وتعالى يتقبل من باباك ويتقبل منا حتى حنا يلا صافي يلا صافي يلا صافي ولا كل كنتي ناسي بكي انس قلبه حنين بركه ما تشوفش بركه يلا يلا صافي اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله ما شاء الله هنا وصلت للمصيرنات دونك حنا قلبتهم غسلتهم مزيان وكنقلبهم بالمغرفه والبزلاق البنات غادي نوريكم لو كود كور ديال الحلقه اليوم وهي الطريقه ديال غسل الكرشه فالدواره اخطر حاجه هي هاد الكرشه هادي اللي كنحيروا فيها بصراحه كل وحده كيفاش كتغسلها انا شفت في الانترنت بان واحد السيده دارتها وعجبتني بزاف وحلفت حتى نجربها هاد العام وبصراحه هنيت الوالده كانت هي اللي كتكلف ولكن حلفت حتى نهنيها هاد العام واول مره خصكم تغسل الكرشه كنت كنعاونها اهلي انا كنصاوب غير الكبده فغادي تغسلوها من الداخل انا ما وريتكمش الداخل هنا كنفخها كتشوفوها راه خاويه من الداخل كتبان لكم عامره ما فيها حتى حاجه دونك تغسلوها كتلقيو ليها الروبيني فم هالروبيني كتغسلوها كتعمروها بالماء وكتخوي داك الزبل كتعاودوا تعمروها بالماء وكتخوي الزبل ومن بعد كتنفخوها وكتولي دوك الشعيرات محلولين وكتغسل بطريقه عجيبه ما كيبقى فيها حتى حاجه كتسالي منها
الو تبارك الله ما شاء الله. ها هما يا هذا الشيء اللي هذا هو الطبق النهائي ديال التماره كامله. تبارك الله على اسيا وخديجه ولطيفه وجميله وجميل. لا ها انتم دونك دابا حنا غادي نبداو شويه كلطيفه اختي. تماره اليوم دازت ياك. هادو البنات الحيمات ديال انا حيت ما كتاكلش اللحم. وهادو ديال ميمه ديال الوالده الغاليه العزيزه. ديال اش هادو؟ ديال معيزه ديال التيكروت. وهادو تبارك الله ما شاء الله تقريبا شحال اسيا انا واحد شي كدا 50 شي 60 تقريبا بين كلشي. وزيدي عليها ديال انس ديال المهم تقريبا شي 60 شي 60 ولا 62 طيب. وهنايا كذلك هادو الشحمه تبارك الله بقات ما شاء الله مقلبه والطيبات. هما هادو غادي نبداو دابا باش ناكلو خصكم. غادي يبقى لها هاد الروينه وهاد الروينه ديال تماره في الصح. شوفوا على تماره الله يا ربي. ايوا شي خاصه واحد صندره ديال الميكاب واحد التكفيضه لطيفه وجميل وتيدو جافيل. تماره مقدمة على العمر ناكلو القطبان والتقليه ومن بعد نوضو نشقيو. لا كملتو وانا لسه الطاوله مقبله وانا شويحط شويحط باينجه كملتو. ايوا كوني هذا فين نجيب الاخر. انا فين غندير الطبسين؟ هذا بخاطر الجاليه المغربيه اللي كنحماقو عليها. انت لطيفه اختي شدي شدي الطبسين قربي ليا الطبسين زيدي قربي بونفاف خاطر الدار المغربيه الكبيره الزاويه كيما تنقولو حنايا من حول الكمون والشوايه من وين ولي في الطياره كون جافو الكناوي انا هو كوطا. يلا واش كملتوا ولا مازال؟ ايوا كما كنقولوا حنا المغاربه البنات اللي زندها ماشي سندها لا ينوض يشقى يدردق عليها. ايوا داكشي علاش المهم حاولت واحد السطح لان فيه طلعه ديالي كنطلع عليه وكنهبط عليه درنا عليه واحد الصيقه فعله ترك. كنظل كنطيح على قلقوتي هادشي اللي كيبقى في العيد الروينه. يلاه صافي سيري تخدم من بين وجه غنضرب واحد الزلقه. عرفتي البنات هنايا شحال ما تعود لي الدريات بالضحك ضربت بواحد الزلقه فعله تركه كانت غير بيديا ما الغالب الله وصافي ما بقات صحه ما بقات والو الحمد لله صافي. انا البنات هنايا بصراحه تنموت ديال الضحك. كنت كنحل داك واحد الباش كنديروه باش كنغطيو ريوسنا اللي كيكون الشمس بزاف بالنهار فاش كنكونو كنشويو وحتى على الحواله بالليل بافيك بالنهار في الشمس. تلفت القسمه هذيك بنتي كبنتي وبنت خويا كيصوروا كيموتوا عليا بالضحك. يا ويلي كتب عاد واش تقولي بواحد الموس باش نقطع القلم بالضحك وكتضحكوا بيدنا هادشي اللي عطا الله جادي. يلاه الله يخلي الله كان شي مزيان الله يحفظك الله كاينه ما معيزه. باش معيزه ديال مشي هي المعيزه ديال الوالده. كاين جاتك المعيزه امي فين الاخرى؟ هاي هما هادو بجوج. هادي اللي على اليسار ديال ازيلال. هادي ازيلال؟ لا ازيلال هادي هادي ازيلال هادي فوالا. وهادي 35 اوناغا اوناغا تحيه الناس ديال اوناغا. ولكن تبارك الله والله الا زوينين. شحال الثمن يا جمال هادو واش خليتهم؟ هادو شكون 20 1000 درهم. هذه 1000 درهم صغيره ما صغيره تبارك الله والو. هذه كبيره 24 قال لي قال لي 24 امي تبارك الله زعما اللحم ديالهم زوين الله يبارك فيك اللي داو عليك. ماما دعي مع البنات قولي لهم عواشركم مبروكه. عواشركم مبروكه تاكلوا الحولي تاكلوا تعيدوا كلشي قال لي ما تاكلوش الشحمه ما تاكلوش الشحمه واحد الكوليسترول كتاكل هذه وحده ليك وحده اللي عزيز عليك. وحده ليا وحده جميله وحده ليا وحده عزيز عليا على الهم ديالك بجوج بصحتك. انا ها هو فين وحولي ها هو هذا هو ديالك تبارك الله ما شاء الله. هذا العام اللحم تبارك الله وصلت عند بيه البنات. اش درنا الحولي يحيى؟ شنو درنا الحولي؟ شكون باقي؟ مات؟ معزه شنو درنا لها؟ مريم مريم فين باعها؟ مريم فين باعها؟ فين باعها؟ قولي عاد توتو فين باعها؟ قولي فين باعها؟ اه هو شوفي سيدي مسيم مسيم باعها سي باعها. ايوا جا الوقت فين غادي ندخلو الكوزينه كلشي مرون خاصة ضروري باش نكرمها. غادي ندخل نصل ندردك على هاد المعينات بصراحة. غادي ندردك على الكوزينه كاملة مع واحد الكويز ديال اتاي يكون ناضي اون اتوندون طيب التقلية وناكلو حتى هي مع خبز الدار. و جو بونس يمكن هادا هو الطبس اللي غادي نحكي
Thank you.
غادي نرجعكم معايا البنات من بعد ما سالنا هذا الروتين الزوين ديال اليوم ديال العيد. غادي نرجعكم البارح يعني والبارح في الليله ديال العيد، ماشي النهار اللي فرقنا فيه على سعد العالي وعلى ام وئام، النهار الثالث وعلى اميمه وعلى السيده الهضره، دونك النهار الثاني ليل العيد يعني. وان شاء الله تعالى باذن الله انا وعدت نفسي ان شاء الله العام الجاي غادي يكون احسن واحسن واحسن كذا. دونك غادي نصيفطو ان شاء الله الحولي مع هاد السيد الطيب جدا اللي كنعطي تحيه كبيره واللي مشى معنا وطلع معنا حتى للدروج باش غادي نديو لعميتو احلى الناس واغلى الناس. كنتمنى من ربي يجعلنا لنا في ميزان المقبول لينا ولكم ولكل من دار يديه ومن خل امين. الهدية البنات ديال اليوم كانت في الدقيقة 90 وكانت في المكان الصح وفي التوقيت الصح. الله يعطيكم الخير. ألوغ اليوم الليلة ديال العيد، كنتمنى إن شاء الله تعالى كل عيد وأنتم مليون ألف خير. كنحماق عليكم دائما وكنتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة والرزق الوفير باش تكونوا دائما مع وليداتكم ومع كل حبيب وغالي لكم. مكرناش بصراحة يعني يكونوا أكثر وأكثر الحوالة ويكونوا إن شاء الله الهدايا ديال الرحمن اكثر من هكا، ولكن غير الله ان شاء الله خيرها دائما في غيرها. واليوم معايا يوسف. يوسف سلام، لاباس عليك؟ دوك هما اللي مشى معايا عند الحبيبه الغاليه، وكنتمنى ان شاء الله كما قلت عواشركم مبروكه وليله عيد سعيده ويوم عيد ان شاء الله تعالى سعيد. وكنحمق عليكم وشكرا لهشام حتى هو
اللي دائما معنا، ومازال الناس كتهز في الحواله. اليوم سالينا بكري لان ما كانش عندنا بزاف، دونك وحده قلقت مع هذه. ف شي كلمه يوسف، يوسف دير الخير غير شي يوم. لا دير الخير ونساه غير شي يوم. هشام جيت اليوم غيجي يوم وغتلقاه، وإلا ما لقيناش فأكيد غادي نلقاو إن شاء الله تعالى في وليداتنا وفي كل عزيز وغالي علينا. دائما في ختام الحلقة غادي نمشي باش نتقدا، لأن ما عندي والو، يلاه غادي نمشي ناخد لينا شوية ديال الحاجات. المهم الحمد لله العيد راه غير نهار، ومورا العيد غادي نسافر واحد شوية. دابا بغيت نعلم الحدات، راه حنا غادي نتقداو إن شاء الله. واللي اللي بغات شي حاجة التليفون عندكم، إلا كنا في إن شاء الله إلا جينا غادي تعرفوا فوقاش، وغادي دائما تواصلوا معنا وغادي تعرفونا دائما فين كاينين، أكيد من خلال الفلوقات إن شاء الله اللي غادي نديرو. و وزين يكونوا معنا في ما غادي معك حوايجي ما كنتي دونك هشام غادي يدي معاه بزاف ديال الحوايج، وغادي نقول لكم فين حنا اللي بغات شي حاجة غادي نعطيوها لها أكيد في الكومونس اللي كاينة. يلا البنات اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش دائما ميم أندغوا شوف ميم أندغوا سيغ ما شين. كنحماق عليكم وكنتمنى لكم عطلة سعيدة، وتعيدوا إن شاء الله تعالى وتعودوا. يلا بسلام عليكم، باي باي.